بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 85. طبعا كنا قد توقفنا عند التمرين رقم 2. إذن عندنا كما نلاحظ أقارن محيطات الأشكال التالية ثم أقارن مساحتها. يعني غنقارن المحيطات ديال هذه الأشكال الثلاث اللي عندنا هنا فهاد التمرين، ثم غنقارن المساحات ديالها. كما تلاحظوا بأن الأشكال الثلاث اللي تجمع بيناتها أن كل شكل فيها مكون من أربعة أرباع دوائر. قياس أحرف المربعات الذي توجد به أرباع هاد الدوائر، قياس هاد الأحرف طبعا أنها متقايسة. طبعا نتكلم عن الأشكال الثلاث. إذا الأشكال الثلاث كل شكل يوجد ضمن مربع، وهاد المربعات الثلاث طبعا أحرفها متقايسة، وفي نفس الوقت حرف هاد المربعات طبعا يساوي قطر الدائرة التي أخذنا منها هاد الأربع. حرف المربع تساوي قطر الدائرة اللي خدينا منها هاد الأربع، يعني في الحالة الثلاث في الأشكال الثلاث. إلا خدينا الشكل الأول على اليمين، طبعا تنشوف بأن الشكل هو مكون من أربعة أربع دوائر بنفس الطريقة، فقط أن هاد الأربع صفت ووضعت بحيث أنها تعطينا في الأخير دائرة. محيط هاد الدائرة طبعا تنعرف بأن محيط الدائرة هو الدي في 3.14. المساحة هو الدي على 2 مضروب في الدي على 2 باش يعطينا R في R، ثم نضربه في 3.14 لكي نحصل على المساحة. الشكل الثاني مثلا نفس الشيء، عدنا نصف دائرة في الأعلى ثم عدنا ربوعي دائرة لكنهم مقلوبين كما نلاحظ في الأسفل. محيط هذا الشكل هذا طبعا يبقى نفسه، طبعا محيط الشكل هذا يبقى نفسه مادام أن ربوعي دائرة طبعا بنفس المحيط، فقط أنهما قلبا. هاد الربوعين طبعا سيحافظان على بقية محيط هذا الشكل هذا. إذن طبعا لخذنا الشكل الأول، فالمحيط دياله هو الدي في بي، باش نلقاو المحيط ديال الدائرة ككل طبعا المحيط هو الدي في بي. الدي في بي يعني الديامتر في بي، بي طبعا هي 3.14. إذن هذه محيط الدائرة. في الشكل الثاني طبعا باش نحسب المحيط ديالو غناخدو أولا الجانب الأعلى، طبعا عندنا نصف دائرة، غنحسبو أولا محيط الدائرة ككل ثم نقسم هذا المحيط على 2 حتى نحصل على محيط هاد نصف الدائرة. محيط الدائرة ككل هو الدي في بي يعني 2 ار في بي مقسوم على 2 حتى نحصل على محيط هذا الجزء الأعلى زائد محيط ربوعي الدائرة في الأسفل. طبعا غيكون هو الدي في بي على 4 زائد دي في بي على 4. غنعملو بالدي في بي، طبعا غنعملو بالدي في بي. إذن غيبقى لنا 1 على 2. إذن نفتحو القوس مضروبة في 1 على 2 لأن الدي في بي في 1 على 2 هي الدي في بي على 2 اللي عندنا في الأول. إذن الدي في بي غتبقى لنا 1 على 2 زائد 1 على 4 لأن الدي في بي في 1 على 4 غتعطينا الدي في بي على 4 اللي عندنا في الأول. إذن غنجمع 1 على 2 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4، عندنا النصف الربوع الربوع، المجموع هو 1. 1 على 4 زائد 1 على 4 هي 2 على 4. 2 على 4 إلا اختزلناها تعطينا 1 على 2. 1 على 4 زائد 1 على 4 هي 2 على 4. إلا اختزلناها غتعطينا 1 على 2 زائد 1 على 2 غتعطينا 2 على 2 غتعطينا 2 على 2 اللي هي 1. وبالتالي غنحصلوا في الاخر على الدي في بي تماما بحال محيط الشكل الاول. اذا انتقلنا مثلا للشكل الثالث. طبعا الشكل الثالث باش نحصلوا على محيط هذا الشكل طبعا غناخذوا محيطات هاد ارباع الدوائر. طبعا ربع الدائره الاول مثلا غناخذوا واحد منهم، هما كلهم بحال بحال. باش نحصلوا على محيط ربع الدائره غتكون عندنا الدي في بي على 4 طبعا مضروب في 4، اذا غيعطينا في الاخر الدي في بي. غنختزلوا ب 4 مع 4 اذا غتبقى لنا الدي في بي. كما تلاحظوا بان محيطات هاد الاشكال الثلاث هو الدي في بي سواء كان الشكل الاول او الثاني او الثالث. علاش؟ لان هاد الاقواس تتبقى نفسها، يعني تتبقى كلها تتشكل لنا نفس المحيط، يعني ان في القياس هاد الاقواس طبعا تتعطينا نفس المحيط.
فقط أننا تنشكلوها، مرة نديروها على الخارج أو نديروها على الداخل، سواء عملناها في الخارج أو في الداخل. لكن طبعا المساحة ليست نفسها، فقط بالعين كما تلاحظوا بأن المساحة ديال الشكل الأول أنها أكبر، ثم أنها تجي من بعد من المساحة ديال الشكل الثاني، ثم تجي من بعد من المساحة ديال الشكل الثالث. إذن هذا الشيء يعني تعني بأن الأشكال إذا كانت عندها نفس المحيط فهذا لا يعني بأن لها نفس المساحة. ثم ننتقل للتمرين الثالث. أحسب محيط ومساحة قرصين طول شعاعه 5.6 سنتيمتر، طول شعاعه 5.6 سنتيمتر. أحسب محيط ومساحة قرصين طول شعاعه 5.6 سنتيمتر. طبعا محيط قرص بنفس طريقة دي في بي يعني 2 ار في بي، إذا غنعملو 5.6 مضروبة في 2 مضروبة في 3.14، طبعا نحصل على 35.168 سنتيمتر. بالنسبة للمساحة طبعا كما هو الأمر مع كل قرص، طبعا مساحة القرص هي R في R في 3.14، إذن طبعا عندنا 5.6 في 5.6 ثم في 3.14 يعني بي، إذن سنحصل على 98 سنتيمتر مربع فاصلة 47، إذن سنحصل على 98 سنتيمتر مربع فاصلة 47. إذن هذا فيما يخص مساحة قرص طول شعاعه 5.6 سنتيمتر. ثم في التمرين رقم 4، أحسب محيط ومساحة الجزء الملون في كل مربع. ثم في التمرين رقم 4، أحسب محيط ومساحة الجزء الملون في كل مربع. عدنا هاد المربعين كما تلاحظوا طول ديال الحرف ديال المربع هو 4 سنتيمترات. طبعا المربعين اللي تضمنوا الشكلين أن أحرفهما متقايسة، إذا المربعين هما متقايسين، ثم كل مربع يتضمن شكل مختلف على الآخر. الملاحظ فد الشكلين أنهما مكونين من 4 دوائر، أنهما مكونين من 4 دوائر. الملاحظ في الشكلين أنهما مكونين من 4 دوائر، طبعا 4 دوائر كبيرة ثم 4 دوائر صغيرة. نأخذ الشكل الأول على اليمين كما تلاحظوا باش نحسبه. أولا المحيط ديال هاد الشكل، أولا علينا أن نحسب محيط هاد الأقواس. طبعا إلا خذينا هاد القوس الكبير، إذن هذا واضح بأنه ربع دائرة، الشعاع دياله هو طول حرف المربع، شعاع هاد الدائرة هو طول حرف المربع المتواجد به هاد الشكل. شعاع الدائرة اللي خذينا منه هاد الربع تساوي طول الحرف المربع المتواجد داخل هذا الشكل، يعني 4 سنتيمترات. إذن هذا هو طول الشعاع ديال الدائرة اللي خذينا منه هاد الربع الكبير. غنعملو 4 × 2 × 3.14 ثم غنقسمو على 4 باش ناخدو طول هاد القوس. إذن طبعا غنعملو 4 × 2 غتعطينا 8، غنضربوها في 3.14 غتعطينا 25.12، غنقسمو على 4 غتعطينا 6.28. إذن طول هاد القوس هو 6.28 سنتيمتر. ثم ننتقل إلى حساب طول هاد الربوعين الباقيين اللي خديناهم من دوائر أصغر. إلا خدينا الربع ديال الدائرة اللي موجود على اليسار وفي الأسفل، طبعا إلا خدينا ربع الدائرة الأصغر الموجود على الأسفل على اليسار، إذن هاد القوس أولا غنحسبو محيط الدائرة. طبعا كما تلاحظوا بأن هاد الدائرة المركز ديالها تيتوجد في هاد النقطة، طبعا هو ربع دائرة اللي المركز ديالها هو منتصف هاد الضلع هذا. طبعا هاد الربع هو ربع من دائرة اللي المركز ديالها هو منتصف هذا الضلع. هاد الربع طبعا خديناه من واحد الدائرة اللي المركز ديالها هو منتصف هذا الضلع الذي يعود لهذا المربع الكبير. طبعا عندنا القطر هو 4، إذا عندنا القطر هنا هو 4، سنضرب 4 × 3.14، إذا نقسمه على 4 لنحصل فقط على هذا القوس. نقسمه على 4، إذا هو طول هذا القوس الصغير. طبعا بقية محيط هذا الشكل كما نلاحظ بأنه مكون من قوسين، طبعا هذ القوسين هما متقايسين، هذ القوسين يعودان لدائرتين متقايستين.
مركز كل واحدة منهما على اليسار في منتصف الضلع ثم على اليمين في منتصف الضلع. إذن هاد الدائرة طبعا كما نلاحظ بأن قطرها هو 4 سنتيمتر. الدائرة الأولى اللي شفنا الكبيرة هذيك الشعاع ديالها هو 4 سنتيمتر. هنا عندنا هاد الدائرة الصغيرة هي نصف الدائرة السابقة. إذن هاد الدائرة الصغيرة هنا مساحتها أو قطرها هو نصف مساحة وقطر الدائرة السابقة. علاش؟ لأن هي واخدة في الشعاع ديالها نصف الحرف اللي كان تمثل شعاع الدائرة السابقة. إذن كما تلاحظوا بأن القطر ديال هاد الدائرة هو 4 سنتيمتر، الشعاع ديالها هو منتصف هاد الحرف، منتصف حرف هاد المربع الكبير. إذن سنضرب 4 في 3.14 لأن 4 تتمثل 2 R مباشرة. إذن عندنا الدي، عندنا الديامتر اللي هو القطر، إذن عندنا القطر مباشرة، مش بالضرورة يكون عندنا الشعاع نضربه في 2. إذن عندنا 4 نضربها في 3.14 فنحصل على 12.56، فنحصل على 12.56. طبعا كل دائرة من هاد الدائرتين محيطها 12.56. طبعا حنا عندنا فقط الربع، عندنا الربع في اليمين الأعلى ثم عندنا الربع في يسار الأسفل. إذن طبعا سنقسم هاد العدد على 4 فنحصل على 3.14. سنقسم هذا العدد على 4 فنحصل على 3.14 سنتيمترات كطول كل قوس من هذ القوسين. طبعا سنضرب هذا العدد في 2 حتى نحصل على بقية الطول. إذن سيكون عندنا 6.28. طبعا عندنا القوس الكبير طوله 6.28 زائد 6.28 سيكون المجموع هو 12.56. إذن محيط هذا الشكل هو 12.56 سنتيمتر. طبعا فيما يخص مساحة هذا الشكل، مساحة هذا الشكل كيفاش غنحسبوها؟ باش نحسب مساحة هذا الشكل طبعا سنحسب أولا مساحة هاد الفراغات، سنحسب هاد الفراغات أولا. طبعا كما تلاحظوا بأنه داخل هاد المربع هناك مساحة الشكل اللي بالأحمر ثم هناك مساحة هاد الفراغات. إذن طبعا مساحة المربع واضحة، مساحة المربع تساوي 4 سنتيمترات في 4 سنتيمترات. إذن سنحصل على 16 سنتيمتر ثم سنحسب هذا الفراغ. كيف سنحسب هذا الفراغ؟ طبعا سنحسب مساحة هذا ربع قرص. هذا ربع القرص كما تلاحظوا كما قلنا في البداية بأن هذه الدائرة اللي تعود لها هذا القوس الكبير طبعا المركز ديالها توجد في الرأس ديال المربع الكبير على اليسار في الأعلى. هذا هو مركز الدائرة الكبيرة اللي خدينا منها القوس الكبير اللي تمثل ربع ديال الدائرة. هذا القوس الكبير اللي تمثل ربع محيط الدائرة الكبيرة للمركز ديالها في أعلى يسار هذا المربع الكبير. هذا القوس الكبير المحدد بهاد الشعاعين اللي هما حرفي هاد المربع. طبعا هنا سنتحدث هنا عن مساحة ربع القرص المحددة بنفس هاد الحرفين، المحددة أيضا بنفس هاد الحرفين ولتمثلوا أيضا شعاعي هذا القرص. طبعا سنتحدث أيضا عن ربع القرص المحدد أيضا بنفس الدائرة والمحدد أيضا بهاد الشعاعي اللي تمثلوا حرفي المربع وتمثلوا أيضا في نفس الوقت شعاعي هاد القرص. هاد الشعاعين طول ديالهم هو 4 سنتيمترات. شعاع هاد القرص كما تلاحظوا هو 4 سنتيمترات. لكي نجد المساحة طبعا سنضرب الشعاع في الشعاع في 3.14. لكي نجد المساحة سنضرب الشعاع في الشعاع في 3.14. 4 في 4 16 مضروبة في 3.14 ثم نقسمه على 4 حتى نجد ربع القرص. إذن سنجد 50.24 مقسوم على 4. إذن سنحصل على 12.56. إذن 12.56 سنتيمتر مربع. 12.56 سنتيمتر مربع. الفراغ الأول مثلا الموجود في أسفل يسار هذا المربع الكبير كيف سنحصل عليه؟
كيف سنحصل على الفراغ الأول مثلا الموجود في أسفل يسار المربع الكبير؟ طبعا سنأخذ مساحة المربع الكبير اللي هي 16 سنتيمتر مربع، ثم ننقص منها مساحة هاد ربع القرص اللي لقيناه الآن، الذي حصلنا عليه الآن، والمتمثل في 12 سنتيمتر مربع فاصلة 56، فنحصل على 3 سنتيمترات مربعة فاصلة 44. إذن هذا الفراغ الأول نسميه فراغ أ مثلا. ثم ننتقل إلى الفراغ الثاني، الفراغ الثاني على اليسار، كما تلاحظوا بأنه هذا يمثل طبعا مساحة ربع القرص المحدد بربع الدائرة الذي وجدناه فيما سبق، شعاع هاد الدائرة الصغيرة. إذن شعاع هاد القرص الصغير هو 2 سنتيمتر، إذن سنضرب 2 في 2 تعطينا 4، إذن سنضرب 2 في 2 سنحصل على 4، ثم نضرب 4 في 3 فاصلة 14 فنحصل على 12 فاصلة 56، نقسمها على 4 حتى نحصل على ربع القرص، إذن فنحصل على 3 فاصلة 14. طبعا عندنا مربع صغير، عندنا هذا الفراغ الآخر هو عبارة عن مربع صغير الذي حرفه 2 سنتيمتر، إذن سنضرب 2 في 2، إذن فنحصل على 4 سنتيمترات مربعة، إذن هذه مساحة هذا المربع الصغير. ثم يبقى لنا هذا الفراغ الأخير، يكون عندنا فراغ A، فراغ B، فراغ C اللي هو المربع الصغير، ثم عندنا مثلا فراغ D اللي هو هاد الفراغ. طبعا كيف سنحصل على هذا الفراغ؟ سنحصل على هذا الفراغ بحساب مساحة ربع هذا القرص الصغير، ثم نطرح هذه المساحة من مساحة هذا المربع الكبير. طبعا مساحة القرص الصغير هي تساوي مساحة القرص الذي وجدناه قبل قليل، ثم مساحة المربع الصغير الذي يوجد به هذا الربع، إذن هي تساوي أيضا مساحة المربع الصغير الذي وجدناه قبل قليل. إذن مساحة القرص الصغير هي 3 سنتيمترات مربعة فاصلة 14، ثم مساحة المربع الصغير هي 4 سنتيمترات مربعة، إذن سنضع 4 ناقص 3 فاصلة 14 فنحصل على 0 سنتيمتر مربع فاصلة 86، إذن فنحصل على 0 سنتيمتر مربع فاصلة 86. إذن هذه مساحة هاد الفراغ المتبقي هنا. إذن طبعا سنجمع هاد الفراغات أولا، إذن سنضع 3.44 زائد 3.14 اللي هي مساحة هاد ربع القرص، ربع قرص صغير، ثم زائد 4 اللي هي مساحة هاد المربع الصغير، ثم زائد 0.86 اللي هي هاد الفراغ المتبقي هنا، فنحصل على 11.44 فنحصل على 11 سنتيمتر مربع فاصلة 44. إذن مساحة الشكلية 16 اللي هي المساحة المتعلقة بهذا المربع الكبير حيث يوجد الشكل، ناقص هذه الفراغات، ناقص مجموعة الفراغات اللي هي 11.44، إذن فنحصل على مساحة الشكل اللي هي 4 سنتيمتر مربع فاصلة 56، إذن فنحصل على مساحة الشكل اللي هي 4 سنتيمترات مربعة فاصلة 56. ننتقل إلى الشكل باللون الأخضر. طبعا محيط هذا الشكل يتكون من ثلاثة قطع، من ثلاثة أجزاء. أولا عندنا هذا القوس الكبير، طبعا هو نفسه طول القوس الذي وجدناه في الشكل السابق، هو نفس طول القوس الكبير الموجود في الشكل السابق. إذن طبعا سنضيف طول هذا القوس الكبير إلى محيط هذا نصف الدائرة طبعا اللي عندها القطر 4 سنتيمتر، ثم عندنا هاد الطول، ثم عندنا طول حرف المربع. إذن سنضيف هذه الأطراف إلى بعضها حتى نحصل على محيط الشكل. إذن أولا نبدأ بالقوس الكبير، طبعا كما قلنا فيما سبق أن طول هذا القوس عندنا هنا R هو 4 سنتيمترات، 2 في 4 هي 8، 8 مضروبة في 3.14، إذن فنحصل على 25.12، نقسم العدد على 4 حتى نحصل
على ربع محيط الدائرة ككل، إذن فيكون عندنا 6.28 سنتيمتر. إذن هذا طول القوس الكبير، ثم نضيف له محيط نصف الدائرة الآخر. كما تلاحظوا بأنه نصف المحيط ديال الدائرة، هذه الدائرة القطر ديالها هو 4 سنتيمترات. غنستعمل القطر مباشرة، إذن بلا ما نعملوا 2R، إذن عندنا دي مباشرة هنا، عندنا 4 مضروبة في 3.14. إذن 4 مضروبة في 3.14 هي 12.56. نقسم هذا العدد على 2، ثم نضيف له طول هذا الحرف لأنه يدخل أيضا في المحيط. إذن فيكون المجموع هو، إذن فيكون محيط الشكل هو 2. الآن نعود إلى المساحة. طبعا المساحة كما تلاحظوا أيضا نحصل عليها بحساب مساحة المربع الكبير الذي يتواجد بداخله الشكل، ننقص منه هذه الفراغات. طبعا الفراغ الأول هو يشبه الفراغ السابق الذي وجدناه في الشكل السابق، ثم الفراغ الثاني يتكون من نصف مساحة القرص المحدد بنصف الدائرة الذي حسبناه الآن. طبعا الفراغ الأول كما رأينا هو 3.44 سنتيمتر، ثم مساحة القرص. طبعا مساحة القرص كيف نحصل عليها؟ نحصل عليه بR في R في 3.14. إذا عندنا R الخاص بهذه الدائرة التي سنأخذ منها هذا نصف القرص، إذا R هو 2 سنتيمتر، إذا هو نصف هذا القطر. إذا طبعا 2 في 2 هي 4، 4 مضروبة في 3.14 سنحصل على 12.56. نقسم هذا العدد على 2 حتى نحصل على نصف مساحة القرص، إذا فيكون عندنا 6.28. نضيف 6.28 ل 3.44 فنحصل على 9.72. طبعا هذه مساحة الفراغ. الآن سنطرح هذه المساحة من مساحة المربع، وبالتالي سنحصل على مساحة الشكل. طبعا مساحة المربع هي 16 سنتيمتر مربع، إذا عندنا 4×4، مساحة المربع هي 16 سنتيمتر مربع. إذا سنضع 16 ناقص 9.72 فنحصل على 6.28. إذا مساحة هذا الشكل الأخضر هي 6.28 سنتيمتر مربع. مساحة هذا الشكل الأخضر هي 6.28 سنتيمتر مربع. ثم ننتقل إلى التمرين رقم 5. أقدر وأقارن طول الخط الأحمر وطول الخط الأخضر، ثم أتحقق بحساب طول كل منهما. طبعا كما تلاحظوا بأن طول الخط الأحمر على اليمين يبدو وكأنه ربما أطول من الخط الأخضر المكون من محيطي نصفي دائرة. نأخذ أولا طول القوس الموجود على اليمين، طول القوس الأحمر. طبعا لكي نحصل على هذا الطول واضح بأننا سنحسب محيط الدائرة. طبعا سنحصل على هذا الطول بحساب طول نصف محيط الدائرة. إذا طبعا محيط هذه الدائرة ككل هو 6 اللي هو الدي، هو الديامتر 6 متر مضروبة في 3.14. 6 في 3.14 هتعطينا 18.84. 6 في 3.14 سنحصل على 18.84. نقسم هذا العدد على 2 فنحصل على 9.42. طبعا هذا طول القوس الأحمر. طبعا سنحسب الآن طول القوسين. طبعا كما تلاحظوا بأنه عبارة أيضا عن محيط نصفي دائرة. طبعا سنضع أولا 3 مضروبة في 3.14 مقسومة على 2، طبعا لنحصل على نصف المحيط، زائد 3 مضروبة في 3.14 مقسومة على 2. سنعمل ب 3 مضروبة في 3.14 مضروبة في 1 على 2 زائد 1 على 2، سنختزل ب 2، ستكون عندنا 3 مضروبة في 3.14 مضروبة في 1. في النهاية غتبقى عندنا 3 مضروبة في 3.14.
إذن هاد 3 مضروبة في 3 فاصلة 14 غتعطينا 9 سنتيمتر فاصلة 42 اللي هي نفس طول القوس الأحمر. إذن كما تلاحظوا بأن طول هذا القوس هو نفسه طول هاد القوسين. إذن أقارن محيط الشكل واحد ومحيط الشكل الثاني. طبعا كما تلاحظوا بأن محيط هاد الشكلين تتساوى في القوس الكبير طبعا ويختلف في هاد القوسين. طبعا كما تلاحظوا بأن محيط الشكلين واحد واثنان تتساوى، يعني هو نفسه فيما يخص طول هاد القوس الكبير، ثم يختلفان في هاد القوس الموجود على اليسار ثم هاد القوسين. طبعا كما رأينا فيما سبق بأن الدائرة اللي خدينا من هذا القوس الأحمر طبعا القطر ديالها هو 6 متر. طبعا كما رأينا بأن طول القوس الأحمر الذي رأينا فيما سبق هو ينتمي لدائرة قطرها 6 متر. إذن هاد 6 متر هي ضعف الدائرتين الصغيرتين اللي خدينا منها هاد القوسين الأخضرين، قطر الخاص بهما هو 3 متر لكل واحدة منهما. ومع ذلك كما تلاحظوا بأن عندنا 3 متر زائد 3 متر إذن أعطتنا 6 متر. إذن فحصلنا على نفس القطر السابق اللي في الدائرة اللي عندها القوس بالأحمر. إذن طبعا فلاحظنا بأن هذا القوس في الطول دياله يساوي هاد القوسين. طبعا نفس الشيء إذا أكملنا الدائرة سنجد بأن المحيط ديال الدائرة اللي عند القوس بالأحمر هو نفس محيطي الدائرتين اللي عند القوس بالأخضر. إذن هنا سنطبق نفس الشيء، عندنا 10 متر في القطر ديال القوس الكبير، نفس الشيء عندنا من المنتصف إلى اليمين أو اليسار عندنا 5 أمتار. في الشكل الأول طبعا عندنا على اليسار 5 أمتار، هذا قطر هذا القوس، ثم عندنا هذا القطر هو مقسم على هذه الدائرتين الصغيرتين، وبالتالي غيكون عندهم نفس المحيط الخاص بهذا القوس الكبير. ما دام أن القطر ديال هذا القوس الكبير هو في الحقيقة هو قطر الدائرة اللي تنتمي لهذا القوس الكبير، إذن هذا القطر تساوي مجموع القطرين الخاص بهذه الدائرتين الصغيرتين اللي خدينا منها هذ القوسين الصغيرين. إذن هنا سيكون هذا الطول متقايس، طول هاد القوس الكبير هو يساوي طول هاد القوسين الصغيرين. إذن طبعا بقية الشكلين طبعا هي نفسها، وبالتالي فإن المحيطين هما نفسهما. إذن فالمحيطين متقايسين. أنشطة الدعم والتقوية، أحسب مساحة الشكل الملون. طبعا مساحة الشكل الملون كما تنشوفوا مكون من نصف قرص ثم أنه مكون من مساحة المثلث. إلا خذينا مساحة نصف القرص الموجود في الأعلى، طبعا لكي نحصل على مساحة القرص ككل سنضرب R في R. طبعا كما تلاحظوا بأن AB هي القطر، إذن R هو القطر على 2، إذن AB هو 12 سنتيمتر. سنضع 6 في 6، إذن فنحصل على 36، 36 مضروبة 3.14، إذن فنحصل على 113.04. إذن فنحصل على مساحة القرص ككل اللي هي 113.04، 113.04 هذه مساحة القرص ككل. ثم نقسم على 2 فنحصل على 56.52، إذن 56 سنتيمتر مربع فاصلة 52 هذه مساحة نصف القرص الأعلى. ثم نأتي إلى الأسفل. طبعا إلى الأسفل كما تلاحظوا بأنه عندنا هاد المثلث ABC ارتفاعه CH هو 5 سنتيمتر فاصلة 3. طبعا كما تنعرفوا بأنه لحساب مساحة المثلث نكمل المثلث برسمه أو بتخيله نكمله لنحصل على مستطيل. طبعا لحساب مساحة ABC طبعا سنكمل الشكل برسمه أو بتخيله، طبعا سنكمل الشكل لنحصل على مستطيل، فنضرب طول HC في طول AB. HC هو 5.3، 5.3 مضروبة في الطول AB اللي هو 12 سنتيمتر نحصل على 63.6. إذن هذه مساحة المستطيل طبعا الذي تصورناه أو رسمناه والذي يتضمن هذا المثلث. كما تلاحظوا بأن مساحة المثلث هي نصف مساحة المستطيل،
علاش؟ لأن المستطيل ككل تضمن أربعة قطع أو أربعة مساحات كما لو نقول مساحة تمثل مساحة مثلث ثم مساحة فارغة أضفناها. إذن كما تلاحظوا بأن هذا المستطيل تتكون من مثلثين، يتكون من مثلثين متقايسين ثم مثلثين صغيرين متقايسين. طبعا تهمنا المثلثين اللي في الشكل الأزرق، وبالتالي غتكون عندنا مساحة المثلث ABC هي نصف مساحة هذا المستطيل اللي مساحته 63.6. إذن فنقسم هذا العدد على 2 فنحصل على 31.8. الآن حاسبنا مساحة هذا المثلث ABC، طبعا سنضيف هذه المساحة لمساحة نصف القرص السابق حتى نحصل على مساحة الشكل ككل. إذن سنضيف 31.8 ل 56.52، إذن فنحصل في الأخير على 88.32، فنحصل على 88 سنتيمتر مربع فاصلة 32. ثم ننتقل إلى التمرين الثاني من فقرة أنشطة الدعم والتقوية. إذن طبعا عندنا أتابع ملء الجدول القياسات معبر عنها بالسنتيمتر، ونأخذ 3.14 تقريبا لبي. طبعا كما تلاحظوا بأنه عندنا جدول هنا طبعا تتضمن معلومات عن أربعة أقراص، يتضمن معلومات حول أربعة أقراص. إذا أخذنا مثلا القرص الأول، إذا عندنا الشعاع، إذا القطر شناهو؟ طبعا سنحصل على القطر بضرب الشعاع في 2، إذا سيكون عندنا 14. ثم المحيط، طبعا سنضرب القطر في بي، إذا سنضرب 14 في 3.14، 14 مضروبة في 3.14 سنحصل على 43 سنتيمتر فاصلة 96. إذا محيط القرص الأول 43 سنتيمتر فاصلة 96. ثم المساحة، طبعا المساحة سنحصل عليها بضرب الشعاع في الشعاع في 3.14، إذا 7 × 7 = 49 مضروبة في 3.14 سنحصل على 153 سنتيمتر مربع فاصلة 86، سنحصل على 153 سنتيمتر مربع فاصلة 86. ثم ننتقل إلى القرص الثاني، طبعا عندنا القطر، القطر 34، هذا يعني بأن الشعاع 17. ثم المحيط، طبعا المحيط نحصل عليه بضرب القطر في 3.14، طبعا سنضرب 34 في 3.14 فنحصل على 106 سنتيمتر فاصلة 76. ثم المساحة، ثم المطلوب أيضا حساب المساحة، طبعا المساحة سنحصل عليه بضرب الشعاع في الشعاع في 3.14، الشعاع عندنا هنا هو 17، الشعاع هو 17، إذا 17 مضروبة في 17 سنحصل على 289، إذا هي 289 مضروبة في 3.14 فنحصل على 907.46. ثم ننتقل إلى القرص الثالث، القرص الثالث عندنا المحيط، المحيط هو 56.52. طبعا سنسأل ما هي المعطيات التي من خلالها سنحصل على المحيط؟ طبعا عادة المحيط نحصل عليه بضرب القطر في 3.14، القطر دي مضروب في 3.14 هنا يساوي 56.52، إذا واضح بأنه من السهل الحصول على القطر أولا. إذا سنقسم 56.52 على 3.14 فنحصل على 18، فنحصل على 18، إذا هذا القطر، إذا القطر هو 18 سنتيمتر، إذا الشعاع هو 9 سنتيمترات. ثم ومن خلال الشعاع سنحصل على المساحة، إذا 9 × 9 = 81 مضروبة في 3.14، إذا سنحصل على 254 سنتيمتر مربع فاصلة 34. ثم ننتقل إلى القرص الرابع، طبعا عندنا المساحة، طبعا عادة لكي نحصل على المساحة نضرب الشعاع في الشعاع في 3.14. طبعا المساحة عندنا هنا، المساحة هنا 78 سنتيمتر مربع فاصلة 5، إذا واضح بأنه من السهل، إذا واضح بأنه من السهل الحصول على R فR بقسمة هذا العدد على 3.14،
إذن سنقسم 78.5 على 3.14 فنحصل على 25. هنا سنسأل R في R تساوي 25، إذن كم يساوي R؟ إذن واضح بأن R هو 5 سنتيمترات، إذن الشعاع هنا هو 5 سنتيمترات، وبالتالي سنحصل على القطر. القطر هو 10 سنتيمترات، سنضرب الشعاع في 2 فنحصل على القطر. وهكذا نكون قد أنهينا هذه الصفحة، الصفحة 85. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.